بودنا نعرف انطباعك عام بشكل عام عن منتدى اليمامة الهندسي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على دعوة مايكروسوفت للمشاركة في هذا المنتدى. حقيقة هذا المنتدى يعني حراك علمي وثقافي يعني جميل جدا. استمعنا اليوم الصباح الحمد لله إلى كلمات ومحاضرات كانت رائعة جدا عن الذكاء الاصطناعي وعن مدينة الجبيل الصناعية وعن التحول الرقمي في هذه المدينة، وأيضا قمنا بمساهمة في يعني إعطاء محاضرة عن المدن الذكية بالمملكة العربية السعودية وفي العالم. وأعتقد أنه هذا التلاقح العلمي جميل جدا، ويعني يبني شراكات جميلة بين المتواجدين اليوم في هذا المنتدى. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه ينتج عنه إن شاء الله أفكار ومشاريع تخدم هذه البلد إن شاء الله بإذن الله تعالى. بإذن الله. هل يمكن أن تحدثنا بشيء مختصر عن العرض التقديمي الذي قدمته منذ قليل لو سمحت؟ أكيد. طبعا شركة مايكروسوفت هي شركة معلوماتية ضخمة ومعروفة عالميا. اليوم تحدثنا عن جزئية مهمة، جزئية كيف نحول المدن من مدن عادية إلى مدن ذكية، بحيث أن نستطيع أن ندخل تقنية الاتصالات وتقنية المعلومات في هذه المدن، في نواحي التعليم، في نواحي الصحة، في نواحي أيضا الحركة المرورية، في أيضا في ما يختص بمراقبة الشوارع والاستفادة من الكهرباء ومن الماء والكثير من الأشياء والحراك الموجود في هذه المدن باستخدام التقنية. كيفية أن نبدأ الآن اليوم بما هو موجود حاليا، وأن يكون هناك يعني تقدم في عملية بناء المدينة الذكية. لا يجب أن مثلا نقول أن والله سنبني المدينة الذكية غدا، لا، نبدأ الآن بخطوات بسيطة طيب، ونضع رؤية في المدن الذكية، ونضع الأسس المتينة في هذا الوضع، ونستخدم التقنية بالتدريج وفي المجالات التي يتطلبها الإنسان السعودي طيب، ونبني عليها لنستطيع أن نصل إلى رؤية 2030 التي نصبو إليها جميعا بإذن الله تعالى.